هاي بنات، يا رب تكونوا بخير. النهاردة هكلمكم عن حاجة، موضوع عظيم، موضوع كبير. ركزوا معايا جدا في كل كلمة هقولها في فيديو النهاردة. موضوعنا النهاردة عن برمجة الدماغ او برمجة العقل. انتي جاية تكلمينا في ايه؟ جماعة انا الفترة اللي فاتت كان كل شغلي الشاغل، كنت بقرا كتير جدا عن الموضوع ده، وازاي ببرمجة عقلي ازاي احقق احلامي واهدافي واكسب فلوس كتير واسافر واتفسح واهتم بنفسي واحقق كل اللي نفسي فيه. انا جاي النهاردة اقول لكم ملخص اهم الحاجات اللي انا اتعلمتها عشان انتي تطبقيها وكمان تحققي كل اللي نفسك فيه. قريت مؤخرا ان زي ما انتي كده بتتابعي على الفيسبوك وعلى اليوتيوب وعلى الانستجرام الناس المهتمية بالفاشن والميك اب والسفر وي 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 وي، دول بيسموهم انفلونسر، مؤثرين. انتي بتتابعيهم وهم بيأثروا على دماغك. طيب دلوقتي جسمك ده مين اللي بيأثر عليه؟ عقلك. يبقى في مقولة كده قريتها، your body is influenced by your mind. دلوقتي جسمنا is influenced by our minds. جسمنا المؤثر بتاعه أو الانفلونسر لجسمنا هو عقلنا أو دماغنا أو طريقة تفكيرنا. طيب إيه بقى اللي بيأثر على عقلنا؟ حاجتين مهمين جدا. أول حاجة الكلام اللي بتوجهيه لنفسك. تاني حاجة المينتال ايمج، الحاجات اللي انت بتتخيليها. هنتكلم على كل نقطة بالتفصيل دلوقتي، بس ركزوا معايا. لما بتصحي الصبح وتقعدي تقولي لنفسك انا جميلة، انا ذكية، انا ناجحة، النهاردة انا هحقق اهدافي، النهاردة انا هعمل التودو ليست بتاعتي، النهاردة انا هكسب فلوس، النهاردة انا هترقى، كل حاجة بتوجهيها لنفسك الجسم بيتكيف عليها، مخك بيسمعها وبيوضب او بيهيئ جسمك كده زي كأن الريموت كنترول للجسم. انت بتدي الاوردر بصوابعك للريموت كنترول عشان يحرك البلاي ستيشن او الايمج اللي قدامك. فانت دلوقتي لما بتعبي مخك وتعبي عقلك كلام ايجابي محفز، جسم عقلك بيتخيله وبالتالي بيطبعه على جسمك. عشان كده دايما بيقولولك اوعي توجهي لنفسك كلام سلبي، اوعي تقولي انا تخينه، قولي انا هخس، اوعي تقولي انا مش حلوه النهارده، قولي انا محتاجه اهتم بنفسي شويه. فدايما وجهي لنفسك كلمات ايجابيه، كلمات مشجعه، كلمات بوزيتيف تدفعك للامام. فبيقولك what we focus on grows، اللي بنركز عليه بينمو. فانت ركزي على الايجابيات، ركزي على الكلام البوستيف عشان ينمو ويكبر وبالتالي ينطبع على جسمك وعلى كل حاجه بتعمليها في حياتك. فلو حصل اي حاجه سلبيه، حصل فشل، خدي قولي لنفسك الفشل هو خطوه من خطوات النجاح، ده عادي، ده جزء من البروسيس عشان اوصل للنجاح. فبالتالي بتكوني حولتي الطاقه السلبيه لطاقه ايجابيه وخدتيها لمصلحتك. كنت عملت لكم فيديو قبل كده ازاي احول الفشل لنجاح، وهسيب لكم الفيديو في الديسكريبشن بوكس، انا متاكده ان هو هيفيدكم جدا. تالت حاجه اتعلمتها ومن اهم الحاجات اللي بصراحه يعني فاجئتني لما عرفتها، ان اكبر جزء فينا من جسمنا هو الروح السبيريت، واقل جزء فينا هو الفيزيكال الطاقه الجسديه. ما بين السبيريت والفيزيكال وفي النص الانتلكشوال، فاحنا بنستخدم الذكاء عشان نوصل للسبيريت وبالتالي نوصل للفيزيكال. فجسمك بيتحرك حلو وبيتحرك صح وبيعمل كل حاجة بتعمليها زي ما انت متخيلها او بتدي الاوردر ليه. فانت لو روحك ايجابية وحاسة بسعادة، لما بنصحى من النوم كده بيقولوا لي النهاردة انا حاسة ان انا سعيدة واليوم هيمشي زي الفل، وتلاقيه ماشي زي الفل وتمام وكل حاجة جاية معاكي كده بالايجابي، واليوم النهاردة كان كله زي العسل عشان انت قلتي اليوم النهاردة هيبقى ايجابي، انا متفائلة، انا حاسة ان كل حاجة هتحصل زي انا ما انا عايزاها. فانت لو في يوم كده حسيتي ان انت جسمك مش مساعدك، حسيتي ان انت كسلانه، حسيتي ان انت النهارده مخبطه شويه، استخدمي الروح بتاعتك
اشحنيها طاقة إيجابية وكلام حلو، اقفي قدام المراية. من الحاجات برضو اللي أنا قريتها حلوة جدا، إن أنت لما توجهي لنفسك كلام إيجابي روحي اقفي قدام المراية، اقعدي قولي لنفسك كلام حلو، اقعدي تأملي في جمالك، قولي النهاردة أنا جميلة، إنه إيه ده أنا خسيت 100 جرام، إيه ده أنا النهاردة أكلت صحي، أنا مبسوطة جدا بنفسي، إيه ده أنا حققت النهاردة في الشغل تارجت كويس، إيه ده أنا صحيت النهاردة بدري، إيه ده أنا قريت كتاب بقالي كتير ما قريتش، وهكذا. فطول ما انت بتوجهي لنفسك كلام ايجابي روحي اقفي قدام المرايه وتاملي نفسك وحسسي نفسك كده، بصي لنفسك في عين نفسك وقول واو النهارده انا هحقق كل اللي انا عايزاه. هتلاقي حتى لو انت في اليوم ده مهبطه شويه، حاسه بالكسل، جسمك مش مساعدك، هتلاقي سبحان الله يعني في جير كده اتغيرت فيكي، او الطاقه كده شحنت جسمك، فبقى عندك باور ان انت تبقي نشيطه في اليوم ده. ساعات كده بنحسها لما بيبقى خلاص في اقصى مراحل اللي احنا بنحسين ان احنا في القاع، لا انا هعملها، انا مصممه، انا هحقق اللي انا عايزاه، وبتلاقيه فعلا سبحان الله الطاقه كده جات لك، يعني منين ما تعرفيش. ده عشان انت شحنتي روحك بكلام ايجابي وعزيمه واصرار، وزودتي الشعله اللي جواكي لتحقيق الهدف اللي انت بتفكري فيه. فهتلاقي جسمك طبيعي، حتى لو هو البطاريه بتاعته زيرو، هتلاقيه مره واحده اتشحن في الاحتياطي واداكي طاقه عشان تكملي وتحققي اللي انت عايزه تحققيه في يومك. تخيلي كده انت قاعده كسلانه وفي اسد بيجري وراكي، هتلاقي وانت كسلانه مش قادره، هتلاقيكي جريتي، جبت الطاقه دي منين؟ لا، الخوف والرعب هم اللي شحنوا الطاقه بتاعتك على الاحتياطي، فمشيتي بسرعه البرق عشان تنقذي نفسك. وهكذا كل يوم في الحياه احنا محتاجين نشحن جسدنا بواسطه الروح، فلازم تشحني روحك بطاقة إيجابية، لازم تكوني إنسانة متفائلة. لو بيجيلك إحباط من وقت للتاني، ده حاجة طبيعية جدا، إن من وقت للتاني وخاصة البنات بيجيلنا فترة كده في الشهر بنحس إن إحنا مكتئبين وبناكل أكتر وبناكل شوكولاتات يعني الدنيا بتبوظ قبل ميعاد الدورة الشهرية، فده طبيعي جدا إن هو ده جزء من حياتنا. فأنت لازم تكلمي نفسك وتفهمي نفسك عادي، الأسبوع ده أنا مهبطة شوية، ده طبيعي لأن أنا بنوتة، ده جسمي وانا بحب جسمي وبحترم جسمي وبديله اللي هو محتاجه، فانا محتاجه الراحه الفتره دي، بعد كده هشحن نفسي بالطاقه واروح واجري وانجز واعمل كل اللي نفسي فيه. فانت لازم تتابعي جسمك على مستويات الطاقه، بس اعرفي ان انت ما توصليش لمرحله الكسل، او ان انت النهارده انا مكسله، لا قومي نشطي، حتى لو انت مجهده شويه اعملي اقصى ما تقدري عليه ان انت تحققيه في يومك، حتى لو انت حاسه ان انت مهبطه شويه كسلانه شويه، لا قومي اتحركي، بصي لنفسك في المرايه، ادي لنفسك طاقه ايجابيه، اشحني نفسك بكلام حلو، ما تستنيش حد يقول لك كلام حلو، انت قولي لنفسك كل يوم. اصحي الصبح جيبي ورقه وقلم، اقعدي اكتبي. المديتيشن والجورنالينج والحاجات دي كلها يا جماعه مهمه جدا جدا جدا، بتصفي الروح وبتحسسك ان انت مبسوطه من جواكي وان انت تقدري تحققي كل حاجه، وبترتب افكارك وبتفلتر حياتك وبتصنفي حياتك كده، الحلو هنا والحاجات اللي محتاجه اغيرها هنا، وده الوحش ارميه من حياتي خالص. فالورقه والقلم دي من الحاجات برضو اللي ليها باور حلو جدا على عقلنا، لان المخ بيحصل فيه برين ستورمينج كده. انا من الاشخاص كمان اللي بصحى الصبح بيبقى عندي افكار وكده كده عصافير طايره حوالين دماغي، فبعمل ايه؟ بمسك العصافير دي كلها بحطها على ورقه وقلم، بكتب كل افكاري وفلتر كل حياتي وصنف يومي واقول يومي هيمشي 1 2 3، وزي ما انا مبرمجه عقلي اليوم بيمشي زي انا ما انا كاتباه على الورقه والقلم. فعادي لو انت واقفه كده قدام المرايه عماله بتتاملي وتتغزلي في نفسك، هتلاقي في ناس كده بتحبطك وتقول لك ايه الجنون اللي انت بتعمليه ده، انت نرجسيه، انت بتحبي نفسك، هم دول مش فاهمين اي حاجه. اعرفي ان ده لمصلحتك، حبك لنفسك ده حاجه اساسيه، ما تخليش الناس تفهمك حبك لنفسك دي انانيه وحاجه وحشه. كنت اتكلمت عن الموضوع ده في فيديو قبل كده، هحط لكم رابط الفيديو في الديسكريبشن بوكس، اتفرجوا على الفيديو ده مهم جدا، لان حبك لنفسك دي حاجه زي روحك، ما ينفعش ما تحبيش نفسك، لو انت ما حبيتيش نفسك مش هتعرفي تحبي اللي حواليكي. فانت لازم تحبي نفسك وتملي نفسك كده كأن بوكيه ورد
بالكلام الحلو ده هو الورد اللي في البوكيه. فانت كل يوم حطي في البوكيه ورد 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 جديد كده فريش، ريحته حلوه، كلمات حلوه، اغاني، اسمعي، ترقصي، تفرفشي، اضحكي، عيشي حياتك. حتى لو انت لسه محققتيش اهدافك، حتى لو انت لسه في اول حياتك، مش عارفه، حاسه ان انت مش قادره تحققي كل اللي نفسك فيه، اعرف ان انت هتوصلي. طول ما انت بتشحني نفسك بكلام ايجابي، كل طول ما انت بتحبي نفسك، طول ما انت بتبعدي عن الناس السلبيه اللي بتاخدك تحت او بتشحنك بطاقه سلبيه، ابعدي عن الناس دي خالص، احنا مش محتاجين الناس دي في حياتنا. دايما خلي حواليك الناس الايجابيه اللي بتضحك، الفرفوشه، الناس اللي تديكي كلمه حلوه، وانت كمان ادي للناس كلام حلو عشان كمان الناس يدوكي كلام حلو. رابع مقولة قريتها حلوة قوي جدا: We are actually living in our mental health. The quality of our life is depending on our mental health. حياتنا او الكواليتي بتاعت اللايف بتاعتنا، حياتنا، جودة حياتنا معتمدة اعتماد اساسي على صحة عقلنا او سلامة عقلنا. فانت متخيلة لو انت عايشة وسط قوقعة الاكتئاب دي، انت كمان انت سممتي المنتال هيلث بتاعك، انت سممتي سلامة عقلك، حطيتي كده جوه الجمجمة دي كلام سلبي، انت حياتك اتدمرت. ابعدي عن الناس دي، ابعدي عن الطاقة السلبية، ابعدي عن السلبيات واي حاجة بتجيب لك طاقة سلبية، سواء صاحبة او زوج او حبيب او اهل او اخت او مديرك في الشغل او اي حد يا جماعة يضايقك او يزهقك في عيشتك او يكرهك او يديك طاقة سلبية او انسان غيور او حقود او حد بيجيب دايما نفسيتك للارض ابعدي. احنا مش عايزين الناس دي، احنا مستغنيين عنهم، لان سلامة عقلنا اهم حاجة. احنا نصرف فلوس ونصرف مجهود ونصرف وقت عشان نحافظ على سلامنا الداخلي او سلامة عقلنا، لان هيوصل هيجينا السلام الداخلي طول ما صحة عقلنا كويسة جيدة. طيب اعمل ايه عشان احافظ على سلامة عقلي؟ في طبعا الكلام الايجابي اللي بنوجهه لنفسنا، بس محتاجين ننام على الاقل كل يوم من 7 لـ 8 ساعات، جودة نوم عالي، بننام بدري ونصحى بدري عشان هرمون الميلاتونين يطلع وقت النوم، بيطلع وقت النوم في الضلمة. فننام 7 لـ 8 ساعات كل يوم على حسب الاكتيفيتي بتاعتك. لو انت نشيطة واكتف وبتحركي كتير، انت محتاجة 8 ساعات، لو انت انسانة عادية محتاجة ايه 7 ساعات. تاني حاجة، محتاجين نعمل جورنالينج وميديتيشن كل يوم الصبح. لازم تكتبي كل افكارك وكل حاجة حاسة بيها، وتتكلمي مع نفسك كتير، تقفي قدام المراية وتوجهي لنفسك كلام ايجابي، وتصالحي نفسك على نفسك. لو في حاجة مضايقاكي من نفسك، اتكلمي مع نفسك وقولي ايه اللي انا محتاجة اعمله عشان اغير الحاجة دي. تاني حاجة، محتاجين نعمل جورنالينج وميديتيشن كل يوم الصبح. لازم تكتبي كل افكارك وكل حاجة حاسة بيها، وتتكلمي مع نفسك كتير، تقفي قدام المراية وتوجهي لنفسك كلام ايجابي، وتصالحي نفسك على نفسك. لو في حاجة مضايقاكي من نفسك، اتكلمي مع نفسك وقولي ايه اللي انا محتاجة اعمله عشان اغير الحاجة دي. ثالث حاجة، الأكل الصحي. لازم ناكل حاجات مغذية وتعمل نورشنج لعقلنا، زي المكسرات، الأفوكادو، الخضروات والفاكهة والسلمون والحاجات دي كلها صح. حاجات يعني قبل ما بتفكري في الأكل اللي انت مش تهياه، فكري في القيمة الغذائية للأكل اللي انت مدخلاه جسمك عشان يغذي جسمك وكمان يغذي عقلك. فانت دايما لازم تاخدي السبليمنتس او تاخدي الحاجات اللي بتعمل امباورنج لعقلك. انا من الاشخاص اللي بحب دايما اكل مكسرات، اكل، اشرب الماتشا، الاساي باودر، الحاجات دي كلها بدخلها في السموزي بول، او بعملها زي فروت سلط كده وباكلها كل يوم الصبح. زي ما قلنا، العقل زيه وزي اي عضلة في جسمنا، محتاجين نقويها عشان تنمو وتكبر. فطبعا القراية وقراية الكتب اللي انت بتحبيها، يعني حاولي دايما تقري. في بنات دايما بيحبوا يقروا في الحاجات الرومانسية والادب والقصص، النوفلز والكلام ده حلو، بس برضو محتاجة تقري في مجالات اخرى عشان تستكشفي عالم جديد، لان المخ يعني حلو قوي ان انت تبقي سبيشاليزد في حاجة وتكبري فيها او تتجهي فيها او تمشي فيها لوحدها، بس المخ ليه جوانب كتيره جدا وليه انترست كتيره جدا.
فما تخليش روحك تاخدك في اتجاه واحد، اقري في مجالات كتيره جدا عشان العقل يستمتع معاكي، عشان احنا دايما عندنا كده شغف، اه انا عايز انا كيوريوس اعرف بالمجال ده، فلازم تكتشفي الكيوريوسيتي بتاعتك في المجالات الاخرى عشان هتلاقي فيه حاجات كتيره جدا انت ما عندكيش فكره عنها وهتندمي ان انت ما عرفتيش عنها، فلازم تقري كتير وتقري في مجالات مختلفه وتنوعي من افكارك. خامس حاجه التمارين او الرياضه. الرياضه مهمه جدا يا جماعه، زي ما بناكل وبنشرب وبنتنفس لازم نتحرك، نحرك جسمنا. احنا قلنا جسمنا ده هو الانسترومنت اوف ليفنج، هو اداه الحياه، احنا وسيله التحرك بتاعنا زي العربيه كده، احنا جسمنا بيحرك روحنا فيه او الروح بتتحرك جوه جسمنا، تمام؟ فلازم نتحرك. لو انت مش بتحبي الرياضه، مش بتحبي تروحي جيم، اعملي يوجا كل يوم 10 دقائق. ما بتحبيش اليوجا، اتمشي كل يوم على الاقل من 8000 ل 12000 خطوه لو تقدري تعمليها، يعني 6 كيلو في اليوم لغايه 12 كيلو في اليوم، دي حاجه حلوه قوي، او 10 كيلو في اليوم حلوه جدا جدا. يعني انا من الاشخاص اللي احب اول ما بصحى وبعمل جورنال وميديتيشن انزل اتمشى 2 كيلو كده في الشمس، بتبقى خفيفه، اخد شويه فيتامين دي من الشمس، اصفي افكاري، اسمع بودكاست، اتعلم، اتثقف حاجات جديده. لو حسيت ان انا متضايقه النهارده او متوتره، ضيعي التوتر ده، يعني احلى علاجين للتوتر لو انت حاسه ان انت مش مبسوطه كده، لا اما تاخدي شاور، لا اما تنزلي تتمشي، الاثنين دول يعني علاج سريع جدا لاي حاله قلق نفسي كده. فاتمشي، اتمشي على قد ما تقدري. سادس حاجة عشان نحافظ على المينتال هيلث، انا هسيبكم انتوا تكتبوها لي في الكومنتات تحت، وتكتبوا لي ايه روتينكم اللي بتعملوه عشان تحافظوا على سلامة عقلكم وتنموا روحكم زي الوردة كده تكبر معاكم كل يوم، زي ما الوردة بتسقيها كل يوم عشان تكبر، انت كمان محتاجة تسقي روحك بكلام حلو، محتاجة تغذي عقلك وتقويه بقراية كتيرة جدا، محتاجة ان انت تمشي وتحركي جسمك كتير جدا، عشان التلات عوامل دول، العقل، الروح، الجسد، الثلاثة دول مهم، يعني هو ده احنا، فانتي لازم تعملي لهم اتحاد، يتحدوا مع بعض بصورة حلوة كده ايجابية عشان نكون انسان سعيد في الحياة. طبعا انا دايما بكلمكم عن النجاح وازاي تحققوا احلامكم، بس يعني اهم حاجة في الحياة ان انتي تكوني انسانة سعيدة. انا بالنسبة لي بتكلم في النجاح وتحقيق الاهداف كتير، لان ده بيمثل لي اسمى مصادر السعادة، ان انا احقق نفسي وانجح وابقى انسانة ناجحة وحقق كل احلامي، ده بالنسبة لي اسمى مصادر السعادة بالنسبة لي. انت كمان لازم تعرفي ايه اسمى مصادر السعادة بالنسبة لك، اكتبيها واكتبي لي في الكومنتات تحت لو انت حابين ايه اسمى مصادر السعادة بالنسبة لكم، ايه الحاجة اللي بتدخل على قلبكم وعقلكم السعادة، ايه اكبر هدف نفسكم تحققوه وحاسين لو هو فعلا انتوا حققتوه هتبقي طايرة من على الارض زي ما بيقولوا. اتمنى فيديو النهاردة يكون مفيد بالنسبة لكم، ويا ريت ارجوكم تشيروا الفيديو لكل اصحابكم البنات، لاني دايما بقول لكم الانسان الناجح بيحب ينجح الناس اللي حواليه، ياخد كده الجمهور بتاعه لفوق، فانا حابه زي ما بحب اساعدكم واديكم نصايح واديكم مختصر حاجات انا قريتها وثقفت وقضيت فيها وقت كتير جدا عشان اوصل لها، وبديكم المفاتيح، اقوى المفاتيح عشان تحققوا احلامكم وتبقوا انسان سعيد وناجح في الحياه. اتمنى كمان ان انتوا تساعدوني وتشيروا الفيديو لكل اصحابكم البنات او الولاد لو انتوا حاسين ان هو هيفيدكم وهيفيدهم برده، ولو حابين تكتبوا لي اي اسئله او تستفسروا عن اي حاجه اكتبوا لي في الكومنتات تحت وانا هرد عليكم، ولو حابين تتكلموا اكتر معايا انا سايبه لكم لينك على الانستجرام تقدروا تحجزوا فيديو كول معايا نقدر نتكلم وندردش مع بعض، وما تنسوش تتابعوا استوريهاتي على الانستجرام، دايما بنزل لكم استوريهات يا جماعه بجد، يعني يعني موتيفيشن، يعني تديكم انسبيريشن وموتيفيشن ان انتوا تتابعوا حياه صحيه، وانا هحببكم في الحياه الصحيه. اشوفكم في فيديو جديد، باي باي.